السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ احنا طبعا في دورة تعلم الكروشيه من الصفر، وده الدرس الرابع. ان شاء الله هنبني على اللي خدناه قبل كده، فلو انت اول مرة تشوفي معانا الفيديو دوت تقدري ترجعي للحلقات اللي قبل كده، لان هي مهمة جدا جدا، وعلى اساسها بنكمل باقي الفيديوهات. ان شاء الله هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل غرزة جديدة اسمها غرزة المنزلقة. غرزة المنزلقة دي فايدتها ايه؟ بنستخدمها كتير قوي في تقفيل الشغل، يعني لما بكون عايزة اقفل سطر في شغل دائري بقفله بغرزة المنزلقة. ساعات بنعمل بيها مثلا اطار للحاجة اللي احنا خلصناها، عملنا كوفية وعايزين نعمل لها اطار معين بشكل معين، فيا اما بنعمله بغرزة الحشو اللي هي خدناها في الدرس اللي فات، او بنعملها بغرزة المنزلقة. لما بنكون بنعمل شنطة وبنقفلها بنقفلها بغرزة المنزلقة. خلصنا فستان مثلا وعايزين نعمل له اطار معين بشكل حلو، بنعمل بنفس الغرزة دي. دلوقتي مع بعض هنشوف، هنبني على الدرس اللي خدناه قبل كده، وهنشوف غرزة المنزلقة دي بنعملها ازاي. بسم الله. اول حاجة طبعا علشان اطلع سطر جديد، يا اما بطلع بواحد سلسلة او باتنين سلسلة على حسب انا هشتغل ايه بعد كده. لو بشتغل حاجة طويلة يعني عالية زي غرزة العمود فبطلع باتنين سلسلة، لكن لو نص عمود او حشو او منزلقة فبطلع بسلسلة واحدة. لما بكون بشتغل حاجة مثلا زي عمود بلفتين فبطلع 3 سلسلة علشان يبقى المقدار مناسب معايا. هنا هطلع بواحد سلسلة، وطبعا اتعلمنا السلسلة دي في اول درس لينا في الدورة دي. هنقلب الشغل بتاعنا علشان نشوف ازاي بنعمل غرزة المنزلقة. احنا في الدرس اللي فات عملنا غرزة الحشو اللي هي دي، الدرس ده هنتعلم غرزة المنزلقة. انا متعمدة ان انا اخلي لكم كل حاجتين شبه بعض ورا بعض، يعني كل غرزتين بيكونوا قريبين من بعض يكونوا ورا بعض، زي ما اتعلمنا العمود والنص عمود ورا بعض، ودلوقتي اتعلمنا الحشو والمنزلقة ورا بعض. هنعمل ايه؟ هدخل في الحلقتين كده في الفتحة دي. انا عندي الفتحات اللي هي بتاعت راس الشغل اللي من تحت، هي دي اللي انا بشتغل فيها. هنا هنا هنا، وباخد الحلقتين بتوع حرف الفي مع بعض. هنعمل ايه؟ هندخل في اول فتحة، هناخد الخيط، نسحب الخيط ونطلع. في الحشو كنا بناخد خيط تاني ونطلع، هنا لا مش هناخد خيط تاني، هي نفس الخيط هنطلع من الحلقة اللي انا واخداه. تاني تاني ما تقلقوش، بخش في الغرزة باخد خيط واطلع منها، واخد نفس الخيط الحلقة الاولانية باخدها واطلعها من الحلقة التانية. كمان مرة بدخل في الغرزة اللي بعدها اخد الخيط واطلع، بقى معايا حلقتين، باخد الحلقة الأولانية دي واطلعها من الحلقة التانية بالشكل ده، باخدها كده واطلعها من الحلقة التانية. دي احنا بنعمل غرزة اسمها غرزة المنزلقة، بنعمل غرزة اسمها غرزة المنزلقة. بعمل ايه؟ بدخل في العين بتاعت الشغل، باخد الخيط واطلع من العين دي، واخد نفس الحلقة الاولانية طلعها من التانية. هي اشبه بالسلسلة بس بتكون فوق شغل، يعني السلسلة بتكون في البداية خالص من غير حاجة، لكن غرزة المنزلقة دي بتكون شبه غرزة السلسلة بس من فوق حاجات، يعني فوق عمود او فوق حشو او فوق سلسلة من فوق فوق الشغل. تاني بدخل في الغرزة اللي بعدها اخد الخيط واطلع، واخد الخيط واخد الحلقة الاولانية اطلعها من التانية. كمان مرة بدخل في العين بتاعت الشغل اللي من تحت، لازم يكونوا الفتلتين معايا، باخد الخيط واطلع منها، واخد الحلقة الاولانية واطلعها من التانية. تاني ادخل في العين بتاعت الحلقة اللي بعدها اخد الخيط واطلع منها، اخد الخيط واطلع من العين الاولانية. كمان مرة بدخل
في الغرزة اللي بعدها اخد الخيط واطلع معايا حلقتين على الإبرة، باخد الحلقة الأولانية بسن الإبرة واطلعها من اللي بقى الحلقة التانية. تاني أدخل في الغرزة اخد الخيط واطلع باخد الحلقة الأولانية واطلعها من الحلقة التانية. آخر واحدة، ازاي بنعمل آخر واحدة؟ بنبص معانا دي الغرزة السلسلة اللي احنا ارتفعناها في البداية، بدخل فيها بالشكل ده، ادي ده طرف وده الطرف التاني. زي ما قلنا لازم السبعة بتاعت السلسلة تكون موجودة معايا على الإبرة، باخد الخيط واطلع منها واخد الحلقة التانية الأولانية اطلعها من التانية. باخد الحلقة الأولانية تاني نكررها كده، اهي آخر واحدة، بدخل في الطرفين باخد الخيط واطلع اخد الحلقة الاولانية اطلعها من الحلقة التانية. بكده اكون خلصت غرزة المنزلقة بالشكل ده، بتكون شبه غرزة السلسلة بالظبط، بس غرزة السلسلة بتكون في اول الشغل وغرزة المنزلقة بتكون من فوق. بهتنفعني جدا وانا بعمل الايس كاب لما باجي اقفل الدور في الحاجات اللي هي مدورة، لو بعمل مثلا فستان بعمله داير ما يدور وبقفل السطور، بقفل بالغرزة دي علشان ما تبانش كأنه هو السطر كده. يعني الفيديو بتاع الايس كاب لو رجعت له على القناة هتلاقوني بقفل بغرزة المنزلقة دي، ولو رجعت لشراب الاطفال برضو هتلاقوني بقفل بغرزة المنزلقة. ده كده الدرس الرابع، يا رب تكونوا استفدتوا بيه ويكون سهل عليكم. لو في اي استفسار او اي اقتراح تقدروا تكتبولي في التعليقات تحت. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين تتابعوا اعملوا اشتراك للقناة. اشوفكم في درس جديد، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.